لقاء متجدد لهؤلاء الشباب في رحلة يومية تجمع بين العلوم الشرعية والعصرية التي تتيحها هذه الجامعة. خطوات اختارها الشيخ لمساره التعليمي تأخذه بين شروح الفقه والشريعة من جهة، والتبحر في كتب القرآن والسيرة التي يقول بأنها كفيلة بتأسيسه على مبادئ إنسانية مبنية على التسامح والسلام. اخترت طريقة المحضر هنا نارا لأنها تقرئك جميع ما تريد من النصوص، لكن بطريقة تواكب العصر الآن وبطريقة مبرمجة وبطريقة منهجية أكثر. فلا شك أن النصوص الشرعية هي الأصل في محاربة التطرف، محاربة ما يؤدي إلى ذلك كله. المحضرة الشنقيطية الكبرى إحدى أبرز الجامعات الإسلامية المستحدثة في موريتانيا، تهتم بتطوير نمط المحاضر التقليدية وإعطائها صبغة أكاديمية وعصرية تحافظ على رسالتها الأساسية في نشر الإسلام الوسطي ومحاربة أفكار التطرف والإرهاب. هذه الجامعة من أهم رسائلها هو نشر الإسلام الوسطي السمح، والإسلام بطبيعته السمح، رسالة سلام ورسالة محبة ورسالة تعايش. ولا شك أن الشباب الموريتاني بحاجة إلى من يحمل له المعارف التي كانت موجودة في المحضرة لأنها هي التي تميزه، لكنه بحاجة أيضا إلى من يحمل إليه روح العصر. المحاضر الموريتانية مؤسسات تعليمية مفتوحة تنشر المعارف العربية والإسلامية بمختلف أنواعها، وقد تم تسجيلها في يوليو الماضي ضمن التراث العالمي الإسلامي لدورها في نشر الإسلام وقيمه وتحسين فكر الشباب من الغلو والتطرف. يحاول الموريتانيون التمسك بالمحاضر لتأمين أجيال من مخاطر التطرف الذي يهدد الكثير من البلدان، لكنهم في المقابل يبذلون جهودا مضاعفة لتطويرها ونقلها لفضاءات أكثر تتناسب مع العصر الحالي. طيب الغوث الحرة أكجوجت، ولاية إنشيري الموريتانية.